الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سنختم الكلام على كتاب الواسطية، انتهاء من الكتاب كلية بفضل من ربنا ونعمة، وهو كتاب الواسطية، كتاب الاعتقاد، وانا ان شاء الله نستبدل به كتابا اخر في الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى، تكلم عن اهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة. قال: وفيهم الصديقون والشهداء، وهذا تكلمنا فيهم الصديقون والشهداء وتكلمنا عنهم، وقلنا بأن أرقى الناس منزلة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصديقون، وسيدهم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. والشهداء تتلوها هذه المنزلة، لأن الشهداء الله تعالى رفعهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وأيضا بأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء، كما حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأيضا فإنهم لا يسألون، لا يسألون في القبر، يعني وقاهم الله فتنة القبر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى ببوارق السيوف فتنة، كفى ببوارق السيوف فتنة. وهذا دلالة واضحة جدا على المنزلة العظيمة، لما بذلوا المهج وأرخصوا واسترخصوا النفس من أجل نصرة دين الله جل في علاه، فكانت المكافأة أن الله جل في علاه وقاهم عذاب القبر ووقاهم فتنة القبر، وهي فتنة عظيمة. اشتد الأمر على الصحابة الكرام عندما علموا بهذه الفتنة، فأنزل الله جل في علاه مطمئنا لقلوبهم، قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الغرض المقصود هنا، قال: وفيهم الصديقون والشهداء، ومنهم أعلام الهدى، مصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. قال: ومنهم أعلام الهدى. أعلام الهدى على وهذا الكلام هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. فقد سمي العالم عالما لأن الناس يهتدون به، وهذه من أفضل، من أشرف المنازل وأرقى المراتب، أن يكون العالم مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوريث الأصيل لمنهاج النبوة، الوريث الأصيل للوحي. قال الله تعالى: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا. درجات، قال: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، تفاوت منازل عليا في هذا، في هذا الباب. وقال الله جل في علاه: قل عندما أظهر الذين يعملون بعلمهم على عثمان، كان هو سبب نزول هذه الآية. قال: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة أرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا يستوون، لا يستوون. الإجابة: لا يستوون. قال الله جل في علا، قال وما يعقلها إلا العالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء هم ورث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. هذه مسألة من الأهمية بمكان معرفة الفضل لأهل الفضل، معرفة مكانات العلماء. لذلك وهو يعني يشرف الأمة بأسرها بمن فيها ممن تتشرف بهم الأمة، وهم هؤلاء أعلام الهدى. وقلنا يسمى علما، ويسمى علما لما يسمى علما، يسمى علما لأنه يهتدى به والناس يهتدون به. والحق بأن طريق الهداية للعلماء هي طريق الإرشاد والدلالة وبيان إقامة الحجة والبراهين على وجود الله جل في علاه وعلى ربوبيته وعلى استحقاقه لإفراده بالعبادة سبحانه جل في علاه، وأيضا على تنصيب الكلام على نصرة الدين وبيان الطريق الذي يصل به المرء إلى ذلك. هذا الذي يكون، عليكم السلام وبركاته، هذا الذي يعني فيه البيان الواضح الجلي من علمائنا على ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وأهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدات. قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها
الحق لابد أن تعلم أنه إن كان جاء موقوفا مرفوعا قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال النجوم آمنة السماء، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، قال وأصحابي آمنة لأمتي. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال العلماء نجوم السماء، العلماء نجوم السماء، فهم آمن للسماء وللأرض، فهم آمن للسماء والأرض، ولذلك العقاب لا ينزل من السماء إن وجد في الأمة العلماء. نعم، العلماء الذين وصفهم الله جل في علاه بالعلماء الربانيين، قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لله، كونوا عبادا لله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الله يرضى عنك، جزاك الله خيرا سفيان، هذا من حسن ظنك وفضلك علينا، ربنا بارك فيك. إذن العلماء نجوم السماء، العلماء نجوم السماء، والعلماء الأمة بأسرها تهتدي بهم وتقتدي بهم وتأتسي بفعالهم، ولأنهم الذين يظهرون ويجلون للأمة بأسرها الشرع ويجلون أحكام الله جل في علاه وينقلون للناس ما أثر على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلت للإخوة لا تتعجل في الأسئلة، فالأسئلة إجابتها بعد الدرس، ونحن الآن الحمد لله بنختم كتابا من أهم كتب الاعتقاد وكتاب الوسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال منهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى على العلماء، وكما قلنا والعلماء هم أفضل الناس على الإطلاق وأشرف الناس منزلة وأكرم الناس عند رب الناس، كفى أنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم، كفى أنه يجلي لك أحكام الله جل في علاه، كفى أن النبي عندما قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقال الإمام أبو حنيفة الفقهاء هم أولياء الله، الفقهاء هم أولياء الله، فإن لم يكن والإمام الشافعي قال العلماء هم أولياء الله، وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا، فلا أعلم لله وليا، فهذه مسألة من الأهمية بمكان، لذلك قال منهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. أنت تخيل الدنيا بأسرها بدون علماء، أظلمت الدنيا وعهاج وماج الناس وعاشوا في أهوائهم، وفي العاطفة تحركهم تارة والهوى يحركهم تارة، وعدم الشيطان يأتي بهم تارة، ويكونون لقمة سائغة في هذا الباب على يعني كما قال العلماء على كثير من الطرق التي فيها المضلات والظلمات، فيكون لقمة سائغة في للشيطان يأكلها كيف ما شاء، وأيضا يجعلهم من السبب الرئيس في نزول البلاء عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سقف النجاة لهذه الأمة وجود النبي، فإن لم يولد النبي وريث النبي، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله جل وعلا الهداية التامة. قال أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، أولو المناقب المأثورة والفضائل المأثورة، أو قال أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، أي أصحاب المناقب، أصحاب المكانات، أصحاب الرفعة، أصحاب الديانة، أصحاب الهداية، نعم، فلهم مفاخر، وأنهم يمسكون بدين الله جل في علاه وينشرونه ويأخذون براية النبي صلى الله عليه وسلم يرفعونها، فلهم فضائل عظيمة. ولذلك أنت ترى على أن الله جعل صيتا عظيما للعلماء الذين يحملون أثر النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك يا شيخ أحمد، رضي الله عنك ورفع الله مقامك، جزاكم الله خيرا، كنت أريدك يعني في الطريق عندما ألقاك بقى إن شاء الله رفع الله مقامك. فالغرض المقصود هنا نرى أن العلماء الله جل في علاه أجعلهم منارات ولهم مناقب عظيمة، كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مجلس التحديث مع أصحابه وهو يقول بأبي هو أمي، وهو يقول فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، وهذا كلام ظاهر جدا في فضل العلماء. ولذلك كان علماؤنا يحترزون من
من التعامل مع العلماء ويحاولون قدر الإمكان إنزال الناس منازلهم فيعرفون لهم فضلهم ويعملونهم على ما يحملون من شرع الله جل وعلا. المسألة ليست لشخصهم، المسألة ليست شخصهم، المسألة لما يحملون، فهم يحملون شرع الله جل وعلا، يحملون الكتاب السنة، يحملون الآثار التي وردت عن الصحابة الكرام، فلذلك هم يوقرون. وهذا الذي حدا بمعاذ بن جبل أن يقول وحبهم دين ندين الله به، يعني حب العلماء، قال وحبهم دين ندين الله به. هؤلاء هم كما قلنا ورث الأنبياء حقا، الذين يحملون شعار الدين، الذين يعني يظهرون للناس أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يحملون الناس أو يحملون الأمة بأسرها إلى محط النجاة، إلى محط النجاة، وهم يزيحون عنهم مواطن الهلاك. هكذا فعل العلماء، هكذا هم الذين قد حياهم الله جل في علاه، الذين هم قد أحيا الله الأمة بهم، الذين هم قد أناط الله يعني نجاة الأمة بهم. ولذلك أنت ترى يعني كيف جعل الله لهم ذكرا في الآخرين وشكر لهم ما فعلوا. أنت لو ترى الكلام الذي يعني قاله ابن تيمية عن الأئمة الأربعة لما كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها، وأن الله جل في علاه جعل لهم مذاهب متبعة، ماذا قال؟ قال ابن تيمية أنا أشهد أن الأئمة الأربعة في الجنة، أنا أشهد أن الأئمة الأربعة في الجنة. وهذا كلام عجيب، لأننا لا نشهد لأحد بالجنة ولا بالنار، اعتقاد أهل السنة والجماعة لا نشهد لأحد بالجنة ولا بالنار إلا من دل الدليل على أنه في الجنة أو في النار. نعم، فهو يقول لا دل الدليل، وهذا منهج أحمد، يعني هذا كلام من رواية أحمد، وهو مستخرج ومستند لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر الجنازة فقالوا قالوا قالوا أثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت يعني وجبت له الجنة، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت، قال أنتم شهداء الله في الأرض، لما أثنيتم على هذا خيرا يعني قلت وجبت، ولما أثنيتم على الآخر شرا قلت وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض، فمن شهد له الناس بالخير فهو في الجنة، ومن شهد له الناس بالشر فهو في النار، فسبحان ربي العظيم. طبعا هذا على عدم اتباع الهوى، والله جل في علاه الذي يملك القلوب ويملك الألسن. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا من طلبة العلم المهتدين، وأن يجعلنا من الذين يعملون دين الله جل في علاه. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. قال وفيهم الأبدال. كلمة الأبدال هذه كلمة قد تكون تحمل حقا وتحمل باطلا، لكن كلمة الأبدال كما فسرها أحمد وغيره أن الله يجعل منهم البدل، وهكذا، وهذه سنة الله الكونية. أنت تعلمون بأنه يعني الإمام الشافعي ولد يوم موت أبي حنيفة، وكذلك مالك، وكذلك ابن عيينة، فكل عالم كان سبحان رب العظيم يولد عند موت عالم. ولذلك ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت يعني قال للناس أنتم تسألونني كيف يذهب العلم، تريدون الإجابة تسألونني كيف يذهب العلم، هكذا يذهب العلم، ذهاب العلم بذهاب العلماء. ولذلك أبو هريرة لما دفن زيد وقف عند قبره يبكي بكاء طويلا، قال هنا قد دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خالفا له. والأمة ولادة، من قال بأنه لا يعني لا اجتهاد في الأمة هذا رجل فيه شيء من الضلال والزيغ، وهو معارض لعمومات ما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا بد أن يفهم في هذا الباب أنه معارض لهذا، هو معارض، نعم معارض لقول الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وليس المسألة واقفة عند الرسول فقط. نعم، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أواري أم في آخره، هذا لابد من معرفة هذا الباب. طيب ينزل بالأشياء دي، أمتي كالمطر، نعم، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فهذه أيضا فيها دلالات واضحات باهرات على أن هذه الأمة ولادة، وأن الاجتهاد في الأمة لا ينقطع بحال
من الأحوال. فالأبدال هنا أنه إذا مات عالم جعل الله بدلا له في هذه الأمة. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أما هذه الأمة رفعها الله جل في علاه لشدة انقيادها ورجوعها لربها جل في علاه، أن الله جل في علاه جعل فيها العلماء. إذا مات عالم جاء بدله، أبدل الله هذا العالم. ولذلك أنت ترى كل عالم النبيل إذا مات يقول الآخر اللهم ارجعنا في نسبتنا واخلف لنا خيرا منها، قال واخلف لنا خيرا منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه هذا العلم يحمل من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم، فهنا الله تعالى يجعل في الأمة من يخرج مكان العلماء الذين ولوا هؤلاء الأبدال. وهناك أحاديث كثيرة جاءت في الأبدال وجاءت في الأقطاب وكلها لم تصح. كل هذه العلماء جاءت على الأبدال أو على الأبطال على الأقطاب فإنها لا تصح بحال من الأحوال. وقلنا الفهم الدقيق لكلمة البدل هو أن الله تعالى إذا قبض عالما جعل بدله عالما، لكن شوف في آخر الزمان قال حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. هؤلاء الذين يقطعون دابر الشرك، الذين يصمون أذان المبتدعة. فترى العلماء هم يعني أولياء الرحمن عداة على الشيطان وعلى أولياء الشيطان. الأمة لا تنجو إلا بهؤلاء، الأمة لا تنجو بحال إلا بهؤلاء. لا نجاة للأمة إلا بوجود العلماء. وإذا أراد الله بأمة شرا قبض علماءها، وإذا أراد الله بالدنيا إلى أفول قبض علماءها. فالله المستعان. نسأل الله جل في علاه يعني أن يرحمنا، ونسأل الله جل في علاه ألا يعاملنا بما نحن أهل له. اللهم أمين يا رب العالمين. قال وفيهم، نحن الحمد لله الآن يعني على مشارف الانتهاء أهو الآن. قال وهم وفيهم أئمة الدين، أي أهل السنة والجماعة هم أئمة الدين، وهم الأئمة الذين يحتذى بهم، هم الأئمة الذين يؤتسى بهم، هم الأئمة الذين أسسوا العقيدة الصحيحة، وهم الأئمة الذين فندوا العلم والأحكام والشريعة، وهم الأئمة الذين تصدوا للنوازل ففندوها، وهم الأئمة الذين جعلهم الله جل في علاه هداة ونجوما وجعلهم الله رجوما للشياطين، وجعلهم الله رجوما للشياطين. ولذلك أنت لو نظرت إلى التاريخ تجد الأئمة العظام الكرام الشافعي، نعم عفوا، فجعلهم الله جل في علاه يغص في حلوق الشياطين والمبتدعة الضالة، فنصروا سنة النبي ونصروا دين الله جل في علاه. كالأئمة الأربعة، الإمام مالك، مالك النجم كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وأيضا أبو حنيفة الذي قال فيه الإمام الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. فانظر إلى هذه المكانة. الإمام الشافعي لما يقول أحمد الشافعي للدنيا الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، هل تجد لها من خلف؟ انظر عندما يعرف أهل الفضل الفضل لأهل الفضل. يا رب ارزقنا هذا، ووسع لنا مداركنا، واجعلنا نحترم ونهاب العلماء ونضعهم في مصفهم الصحيح، ونعوذ بالله ممن يلوك بلسانه أعراض هؤلاء فإنها حفرة من حفر النيران. اللهم هذب نفوسنا وأنت أرحم الراحمين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مختلف فيه والراجح الصحة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهم كما قلنا نصرة لدين الله جل في علاه. علماؤنا الذين أسسوا للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ التقليد، هم أنفسهم الذين نبذوا التقليد ويعني أثروا في الأمة على الاتباع. وكل عالم من علمائنا يقولون عليكم بالأثر والدليل، عليكم بالأثر والدليل. كما قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وفلان. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأيضا قد قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال الإمام أبو حنيفة إذا وجدتم قولي عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أئمة الهدى، جروا الناس إلى الكتاب والسنة، إذ لا علم إلا بالكتاب والسنة، ما العلم إلا قال الله،
قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم نصبك بخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم الطائفة المنصورة، نصرهم الله جل في علا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وأذي أيضا قال: طائفة يقللها، ليس كثير. نعم ليس كثير، لأن النبي قال في آخر الزمان: أنتم كثير، أنتم اليوم كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. فالطائفة التي يجعل الله جل في علا نصرة الدين على أيديهم، ويجعل الراية المتينة، الراية الراقية السامية التي تتلألأ في سماء دنيانا، جعلها راية هؤلاء الطائفة الذين تمسكوا وعضوا بالنوارز على الكتاب والسنة. قال وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. لهم الغلبة ولهم الحجة ولهم البرهان، مهما تكالب عليهم أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الفسق وأهل الفجور، فإن الله جل في علاه ناصرهم لا محالة. والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولذلك قال: حتى تقوم الساعة، حتى يأذن الله جل في علاه فيقبض العلماء جميعا، فبقبض العلماء تأتي الساعة. لأن النبي قال: حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بعلم فأفتوا بغير علم فضلوا. اللهم أمين. شكر الله لكم كما تحسنون الظن بنا. نعم، وهذه معجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الطائفة موجودة، وقد قال النبي مبينا على رجوع الأمة مرة ثانية إلى القيادة والسيادة والريادة، عندما قال: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، قال الله تعالى: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال: فنسأل الله أن يجعلنا، فيدعو الله الشيخ الإسلام وندعو نحن أيضا ختاما، أنا أسعد الناس بهذا الختام. قال فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم ثبت قلوبنا على هديتك، اللهم ثبت قلوبنا على هذا الخير، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، على توحيدك، على سنة نبيك، على العمل لدينك، وعلى بيع النفس حقا لك. قال فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وقال ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء، وقال نسأل الله، وهذا من باب التوسل والدعاء. لما قال نعيد السؤال الدعاء مرة ثانية: اللهم ارزقنا الخير كله دقة وجله. قال فنسأل الله أن يجعلنا منهم ولا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ختم الأمر بالتوحيد، بالتوسل لرب العبيد، طلب منه أن يثبت القلب وأن يعني يرزقها من لدنه رحمة. والحق أن أعظم رحمة يرزقها الله جل في علاه لعباده هو تمام التوحيد وكمال التوحيد في القلب، وأن يمتلئ القلب بحب الله جل في علاه، وأن يدفع الله القلب أو يجعل وازعا في القلب أن يبيع المرء نفسه رخيصة لنصر الدين الله جل في علاه. فهم يعلون يعني فإنهم يرتقون إلى المعالي إن فعلوا ذلك. فلذلك دعا ربه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل لا يغضب عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا أو خائبتين. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم ارزقنا من لدنك إخلاصا وصدقا، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك، ينشرون دينك، يقمعون البدعة وينشرون السنة، يقيمون راية التوحيد ويهدمون كل رايات الشرك. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الصادقين المصدقين والمخلصين المخلصين، وأن يجعلنا لربنا وحده لا شريك له، ثم يقبضنا على الإسلام وعلى التوحيد. ختم الله لنا هذا الباب
العظيم. هو قال أن يجعلنا منهم، يعني من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين نصرهم الله جل في علاه وثبت الإيمان في قلوبهم وجعلهم من هداة الناس. قال وألا يزيغ قلوبنا، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقيم قلبا أقامه، وإذا أراد أن يزيغ قلبه أزاغه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأيضا فإن النبي كان من أكثر ما يقسم به لا ومقلب القلوب، وهو يراجع نفسه في ذلك حتى يعلم المرء أنه لا هداية له ولا تثبيت له إلا بالله جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ونسأل الله الوهاب كثير العطايا الكريم المنان الرحيم الواحد الديان أن يجعلنا بكرامة وبسعادة، وأن يجعلنا بجواره يوم القيامة، وأن يدخلنا جنات ونهر في مقعد صدق، أن يجعلنا في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنزلنا منها، وما هو إلا طمعا في كرمك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نختم هذا الكتاب حمدا لك وشكرا بهذا الدعاء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم أمين.